لو حد فيكم بقى عايز يبني بيته او بيفكر ان هو يغير حاجة في الشقة، اكيد اليومين دول هيأجل قراره. ليه؟ علشان سعر الاسمنت وصل ل 800 جنيه بعد ما كان ب 550، وكنا بنصرخ ونقول 550 كتير جدا، دلوقتي وصل ل 800 جنيه، كل ده في شهرين. الحكومة الجديدة بقى عملت ايه؟ ولا حاجة. طب ايه اللي المفروض تتخذه لضبط الاسعار؟ الله اعلم، مفيش اي نوع من القرارات تم أخذها حتى هذه اللحظة لضبط السوق. نشوف التقرير. ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمنت أثر بشكل ملحوظ مؤخرا على حركة البناء وعلى سوق العقارات المصرية. سعر طن الأسمنت وصل إلى أكثر من 800 جنيه بنسبة زيادة بلغت 35% عن سعره في الأيام الماضية، ما أثار غضب كثير من المواطنين. دي سلعة أساسية أصلا، تعتبر في عمالة بتشتغل عليها، فيه لا مؤاخذة معلش ناس، واحد عايز يتجوز، واحد عايز يعمل، عايز يجهز شقته، عايز يعمل أي حاجة، بتبقى صعبة عليه العملية شوية، غير لما يكون إيه يعني العملية فيه إيه في متناول الجميع. يعني كان الأول مقبول، دلوقتي وقف كل حاجة. نسمع إن سعر الأسمنت ب 150 جنيه بيتباع بره ب 800 جنيه، طب الفرق ده كله بقى على مين؟ ما اكيد على المستهلك، واكيد على الشباب اللي طالع، فلازم الدوله تحد من التجار اللي هي الجشعه، اللي هي بتستغل فرق السعر ده ليها، حتى يبقى ليهم ربح. اي نعم، ما حدش بيقول لا، ولكن يبقى ربح حتى معقول يتقبله الشاري. طبعا بيغلي كل حاجه، غاليه الشقق، غاليه الايجارات بتبقى غاليه، يعني اي ارتفاع لاي اسعار في المواد البناء بتفرق طبعا مع الشباب بالذات، لان يعني الشاب دلوقتي واخد بالك عايز شقه تبقى سعرها معقول، انما لما تكون الاسعار دي غاليه الشقه طبعا سعرها هيغلى، لان يعني الملك هيعمل ايه؟ لازم هيغلي سعر الشقه طبعا. كان ب 620 دلوقتي بقى ب 820، ده غير المشال طبعا، يعني قبل ما يوصل للمستهلك بيوصل ل 850. في ناس بتقول عشان الاراضي الزراعيه والمباني في الاراضي الزراعيه، بس دي طبعا بيأثر على العمال والبنايين والنجارين، كل دي بتأثر عليه. حضرتك انا جايب طن الاسمنت ب 690 جنيه. طبعا عشان اعمل بحاره جايب طن، عشان اعمل مثلا سيراميك او الحاجه دي جايب طن ونص او 2 طن، فالحاجه دي كلها بتاثر. الصنايعي دلوقتي لما بيلاقي حاجه بتغلى بيزود هو كمان، يعني ما بيبقاش متهاود مع، لا بيزود اسعاره. فدي حاجه طبعا مأثره على جميع كل اطياف الصناعيه، في الكهرباء، في محاره، في سيراميك، في كل ده. الدوله لازم يكون لها يد بتتحكم في الاسعار، مش بتقول لهم حددوا سعر كذا، لا، عشان اللي عاوز يستثمر ويكسب.